انطلق الشوط بحفظ الله ورعايته. نتابع وإياكم هذه الاندفاع في هذا الشوط، والشوط أيضا الثاني للبكار والانطلاقة الثالثة في صباح هذا اليوم. نتابع وإياكم هذه الاندفاع مع أيضا الشوط الثاني، المقدمة والصدارة هناك مع دوما محمد بن حمد القريصي المري، ولكن هذا شعار بن جهمان اللي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني هناك أيضا الشاهينية لعلي بن حمد المهندي على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع من الجانب الأيمن، هناك صبا لعبد الرحمن بن محمد بن جرحب المري، والمركز الرابع هناك شعار بوشريدة على المركز الرابع اللي هي مسيئة أو منوة منوه اللي على المركز الرابع، ولكن نرى هنا ايضا دخول من اللي تسللت وعد لسالم بن علي الشنجل المري. ونعود الى مقدمه الشوط، نعود الى الصداره الى المركز الاول. ايضا هناك دوما محمد بن حمد القريصي المري على المركز الاول وعلى مقدمه هذا الشوط على الصداره، هناك مع القريصي مع الشاعر هناك في مقدمه هذا الشوط. نتابع واياكم هذه البكره، ما شاء الله على دوما عصاها في بطانها، ودائها جميل، وأيضا ما شاء الله على هذا الأداء المميز. 400 متر عن النهاية، بينما الدخول والقدوم يا القريصي، وصلت اللي على المركز الثاني وعد سالم بن علي الشنجل المري، ولكن الله سلام يا القريصي، سلام سلام يا القريصي على هذا الفوز. والتوقيت في خطر أيضا يا القريصي، التوقيت هنا مع أيضا اللي هي على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط. دوما على أحد الأقطاب، أحد أقطاب الهجن القوية في عالم الهجن، هناك دوما على المركز الأول محمد بن حمد القريصي المري. وسلام يا القريصي، سلام سلام يا الشاعر، سلام، تهانينا للقريصي على هذا الفوز. ما شاء الله تبارك الله يا حمد، وتستاهل الناموس المركز الثاني. من وصلتنا وعد سالم بن علي الشنجل المركز الثالث. المركز الثالث اللي هي صبا لعبد الرحمن بن محمد الجرحب المري، والتوقيت الزمني 2:09:61. فرق أجزاء يا القريصي مع الشوط الرئيسي، وأيضا نفس التوقيت، لكن الشوط الرئيسي أفضل بأجزاء بسيطة. تهانينا لحمد بن علي القريصي على هذا الفوز، أيضا فوز دوما بالمركز الأول.